اليوم كما أشرنا في حلقتنا في بدايتنا أن هنالك نصيب كبير للرياضة في حلقة هذا اليوم، والنصيب الأكبر سوف يكون مع إقبال الشباب على محاربة الرياضة للأسف التي باتت تطفو على الساحة ظاهرة جديدة لربما تكون قديمة ولكنها مستمرة. هذه الظاهرة أصبحت مواكبة للموضة والرغبة في الحصول على جسد رياضي بشكل سريع. نعم، هذا الأمر جعل من الأندية الصحية وأندية كمال الأجسام بضاعة رائجة في أوساط الشباب، لكن هذا الجانب محفوف بالمخاطر طبعا من خلال انتشار المنشطات والمحفزات الهرمونية. متابع. أحلام الشباب والمراهقين بامتلاك عضلات مفتولة قد تتحول إلى كابوس مخيف، فالكثير من المختصين في مجال الرياضة والطب حذروا من خطورة تناول الهرمونات والعقاقير المنشطة بغية الحصول على أجسام مفتولة وعضلات بارزة خلال وقت قصير. ظاهرة تعاطي الشباب للمنشطات والهرمونات لها آثار جانبية خاصة إذا ما كانت تحت الإشراف الطبي، لكن بالنسبة حق المنشطات اللي هي الأنابوليك الستيرويدز عادة ممكن تسبب على المدى القصير أثار على الكبد، ممكن يسبب أثار على الغدة النخامية. بالنسبة حق الجروث كذلك خاصة إذا ما في إشراف طبي وما في تحاليل قبل أخذه قد يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم أو السكر، وفي بعض الأحيان لا سمح الله لو كان في أورام موجودة قد يساعد في نمو الأورام. الشباب مستعد للمراهنة على صحته مخدوعا ومنجرفا وراء النتائج الفورية للعقاقير والمنشطات للحصول على عضلات مفتولة ومنفوخة بأسرع وقت ممكن، متجاهلا العواقب الوخيمة الناتجة عن استخدامها دون إشراف طبي، وهذا كان رأي المختصين. هذه الهرمونات تستخدم من قبل الدكاترة والمختصين، يعطون حق الناس المرضى، الناس فيهم اختلال في الهرمون، ناس عندهم مشاكل في الغدة، لأن الدكتور المختص ياخذ عينة من دمك يسوي لك تحليل كامل، يعرف شنو فيك ما فيك وهو اللي يشرف على حالتك الصحية. فمن يعني صعب انك انت اليوم تروح حق مدرب والمدرب يقول لك اخذ هرمون، هذا شيء غلط، هذا مدرب. لازم يصير أول شيء دكتور أخصائي هو راح يقول له انت لازم تاخذ كذي ناقصك كذي عشان توصل على كذي، ويوريه الاشياء اللي يبي ياخذها عشان يشوف الاشياء هذه هذا الشيء يناسبه ما يناسبه، لا هذا لا تاخذه، يعني دكتور افضل. الاستخدام العشوائي لهذه المواد لها آثار جانبية، بعضها يكون قابل للعلاج وبعضها الآخر له تأثير مزمن وأحيانا قاتل، وذلك بسبب المفاهيم الخاطئة في ذهن بعض الشباب كالاعتقاد بأن زيادة حجم العضلة يؤدي إلى زيادة قوتها، الأمر الذي أثبتت الأبحاث العلمية عدم صحته. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الحديث حول موضوع الآثار الضارة للمنشطات يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو البروفيسور الدكتور كمال الشومر، استشاري ورئيس وحدة أمراض الغدد الصماء وأستاذ بقسم الباطنية بكلية الطب. صباح الخير دكتور. صباح الخير، حياك الله معنا. الله يسلمك دكتور. بداية بدنا تعرف لنا المنشطات الهرمونية الرياضية. في البداية أشكر اهتمامكم في فئات كبيرة من المجتمع لها يعني دور كبير في هذا الوطن. المنشطات حقيقة هي تسمى بالإنجليزي أنابوليك ستيرويدز، واللي هي مواد تساعد على بناء العضلات في الجسم، تتكون من ستيرويدز وتستخدم باستخدام غير قانوني لبناء العضلات في درجة أكثر من الطبيعي، مما يؤدي لاستخدامها لتحقيق بطولات أو نتائج طيبة في الأنشطة العالمية، وبالتالي تؤدي إلى أسباب سلبية كثيرة على الجسم، وبالتالي هي في الغالب استخداماتها غير قانونية. نعم، هل هناك إحصائيات معتمدة دكتور عن حجم انتشار وتداول المنشطات الهرمونية بالكويت؟ والله مثل ما أنت عارفة يعني بشكل عام اللي يستخدمون الأشياء الغير قانونية دائما يستخدمونها في الخفاء. نعم. فالإحصائيات بشكل عام حتى في العالم قليلة جدا. لكن توجد إحصائيات في 2008 إلى 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن تقريبا ما يقارب من 3 إلى 4 مليون يتعاطون المواد الاسترودية اللي هي المنشطات، وكذلك النسبة الكبيرة تتراوح فيما بين سن الشباب اللي هم المراهقين بنسبة أكبر من الأعمار الثانية. نعم،
طيب دكتور، هل يقتصر استخدام المنشطات على الرجال فقط؟ والله مثل ما تفضلتي ان المنشطات طبعا اكثر استخدامها لدى الرجال، لكن الاحصائيات تبين كذلك حتى النساء يستخدمونها، والنسبه تعادل كل 6 رجال في وحده من النساء تستخدم هذه المنشطات. طبعا يستخدمونها لبناء العضلات والمسابقات العالميه والمحليه في 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 اماكن مختلفه. طبعا اذا رحنا الى النسبه الانتشار المنشطات في العالم تلاحظها تقريبا هي بشكل عام في الولايات المتحده الامريكيه تقارب 3%، ولكن اذا رحنا للعمر اللي هو سن المراهقين تزيد الى تصل الى 11% تقريبا نسبه اللي يستخدمون ويتعاطون على حسب الدراسات المنشوره في 2010. اما في الكويت يعني في العمل غير قانوني ومخفي، فدائما حتى لما تحاول تجري عن دراسه ما تكون شامله لكل المعطيات اللي موجوده في البلد، فلهذا تكون نسبتها غير دقيقه حتى في الوطن العربي. طيب دكتور، يعني هل للمنشطات هل في لها اي ايجابيات اخرى غير بس بناء العضلات الشكلي؟ والله شوفي، يعني سؤال مهم. هذه المنشطات تتكون من استيرويدز، وهذه الاسترويدز انواع مختلفه ولها اصلا فوائد علميه والا لم تجد في الوجود، ولكن يجب استخدامها في عيار معين وفي حالات معينه. فعلى سبيل المثال من انواع المنشطات الموجوده واللي يستخدم شيوعا في العالم وفي الكويت كذلك هرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون طبعا يستخدم لعلاج تاخر البلوغ عند الاطفال، يستخدم كطريقه علاجيه، ويستخدم للامراض اللي عندهم في مشكله في الخصيه او في عندهم مشكله في القده النخاميه بعدم افراز هرمون التستوستيرون. لكن الناس اللي يستخدمون المنشطات يستخدمون للاسف الشديد بجرعه تعادل على الاقل 10 اضعاف الجرعه المستخدمه في المستوى الطبيعي ولفتره زمنيه قصيره، وبالتالي تؤدي الى نمو العضلات افعالها العكسيه على الجسم بشكل عام. نعم. طيب دكتور، ما هي اكثر الانواع اللي منتشره عندنا بالكويت وشنو المخاطر اللي مترتبه على استخدامها؟ طبعا الهرمونات عديده اللي تستخدم كمنشطات، مثل ما قلت في البدايه هرمون التستوستيرون، هرمون الجروث هرمون، وكذلك هرمون الإريثروبويتين. هذه طبعا لها مؤشرات فائده في الجسم اذا استخدمت بالطريقه السليمه، ولكن اذا استخدمت بالطريقه غير السليمه اللي هي مثل ما قلت لك انه يستخدمونها ككورس معين، والكورس يتراوح من بين 6 اسابيع الى 12 اسبوع، وفي كل اسبوع ياخذون جرعه تقارب 10 اضعاف الجرعه الطبيعيه، فتؤدي الى افعال عكسيه. طبعا الاكثر استخداما في منطقه الكويت هو الجروث هرمون، هرمون النمو بالعربي، وهرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. طبعا يستخدمون، احنا نستخدم كعلاج، نستخدم الجرعه تقريبا ما يقارب 250 ملي جرام للشخص مره بالشهر، وهم يستخدمون 1000 ملي جرام يوميا، فمقارنه شاسعه يعني جدا. فهذا يؤدي الى زياده نمو العضلات، قله الدهون، ولكن يؤثر سلبيا على امور عديده. ولكن لما يكون الموضوع تحت اشراف طبيب دكتور ما يكون له اي مضار؟ والله احنا تحت اشراف طبيب هم ما يبون، لانه ياخذون جرعات تفوق الاستخدامات الطبيعيه. نعم. يبون فلهذا اللي يستخدم المنشطات غالبا لا يكون تحت اشراف الطبيب، لان الطبيب ما ينصح. رغم معرفته ان في اضرار، يعني كلنا عارفين ان في اضرار للمنشطات، ومع ذلك يعني مستمرين في استخدام الامور. والله الاضرار كثيره، يعني على سبيل المثال امس حضر لي واحد في العيادة وكان يستخدم المنشطات لمدة تقريبا 8 أسابيع متواصلة وعنده مشاكل، يعني على سبيل المثال أقول المشاكل اللي عند الشخص اللي حصلت، عنده مشاكل. أول شيء طبعا لما يستخدم هرمون الذكورة الخارجي فالجسم يتشبع بهذا الهرمون فما يفرز داخليا، فيصير في خمول، فبالتالي بعد يعني انتهاء من الكورس استخدام هذا الدواء يصير عندهم خمول في افراز هرمون الذكوره، وبالتالي يصير عندهم ضعف جنسي كامل. كذلك بعض هرمونات الذكوره تتحول بالجسم عندما تكون هناك دهون الى هرمون الانثويه، تؤدي احيانا الى بروز الثدي عند الرجال. فكان هذا اللي جايني امس يشتكي من بروز الثدي عنده بعد استخدام هذه المنشطات. طبعا لما يستخدمون كذلك جرعه كبيره تؤثر سلبيا على وظائف الكبد، وقد تؤدي الى البصفار وفشل في وظيفه الكبد. إذا استخدموها مدة أطول أكثر تؤثر على البروستاتا، وقد تنشط
عمرها غير نشطة في منطقة البروستاتا وهي السرطان. يعني أضرار يعني سيريس يعني مو أي سيريس شيء. نعم سيريس. نعم. وبعضهم يهونها يقول أنا بستخدم مدة قصيرة. وللأسف يعني الأندية عندهم أحد يسمى مرشد أو ما يسمى اسم آخر. نعم. يقول لهم تأخذ مدرب وهو مدرب يقول لهم يعني تأخذ الدواء بعدين ننشف لك بعدين ننظف لك يعني يعطيهم. نعم. سيناريو كأنه قصة ويحلها. نعم. وهذا مو صحيح. للأسف الشديد حتى المدربين هذول بنات الأندية يراجعوننا بس بالسر ما يعلنونها. نعم. طبعا هنا يعني يرجعون والله أنا راجعني كذا مدرب من المدربين لأنهم كذلك يتعاطون وعندهم المشاكل من بينها اللي قلتها وفي مشاكل أخرى على حسب الدواء اللي استخدموا. يعني على سبيل المثال ذاك اليوم في حوالي 3 شهور دخل مريض في مستشفى مبارك للعناية المركزة بسبب تناول هرمون الذكورة. شنو صار عنده؟ نسبة الدم ارتفعت كثيرة وسببت له جلطة، فحتى هذه مسبب جلطات في الدم. يعني ما هو شيء بسيط لما لا مو أشياء بسيطة كلش، يعني الأعراض اللي حضرتك تفضلت فيها أشياء سيريس حيل يعني. نعم. طيب دكتور يعني سؤال أخير، هل تخضع عملية استيراد وتوزيع هذه المواد لإشراف وزارة الصحة؟ والله حقيقة هو يفترض أن تخضع لإشراف وزارة الصحة، ولكن في كل العالم حتى في أمريكا في هناك سوق سوداء، وسوق السوداء موجودة في الكويت، تحريبات وشغلات معينة وتحتاج يعني حملات مفاجئة وتحتاج متابعة دقيقة، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية مو قادرة عليهم. نعم. فالسوق السوداء موجودة في كل مكان وبعض الناس يتداولونها بمسميات أخرى وتحصل لنا إحنا، يعني يجون يقولون إنك عندنا الدواء الفلاني موجود على هيئة تناول حبوب. طبعا بعض الهرمونات لا يمكن تناولها على حبوب لأنها هي تتكون من بروتين، فلما نعم. تأخذها كحبة تنهضم، فبالتالي لازم تكون على إبرة، فيخدعون الناس حتى في مخادعات كثيرة. نعم. حتى الوزارة يعني نعم. تتابعهم. طبعا نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله يعني الجميع يكون واعي للسلبيات المترتبة على استخدام المنشطات الهرمونية. شكرا بروفيسور كمال الشومر استشاري ورئيس وحدة أمراض الغدد الصماء وأستاذ بقسم الباطنية بكلية الطب، شكرا جدا لحضورك معنا. شكرا.